نديم الحرات ثري بوينت عم يحرك جمهور فريق نادي الاهلي اللي موجود بالصاله. بعيطة ابطا من كانفور في الدفاع هذا، شوف صار مرتين قدر الحرات على الميدرينج على العلب وعم يقدر يسجل النقطتين. محمد الحرات محمد عم يقدر يسجل كمان على الباك بورد بكثير وشو الخبره القويه عمر لاني وصل الكره لعند الحرات ضبط ولا اروع ببب الحرات عمر دخول اسحاق عبيد 5 و6 تريبوند عمر بهالوقت كله بالباس بتوصل لعند الحرات عم يقدر ياخذ الفول من مجد بوعيطة هذا الفول الثاني على مجد الحكم الريبوند لجميل صدير رجع لعند الحرات بيلاقي فول اروع عم يقدر يدخل ويسجل نقطتين جود باس من جميل صدير عم سجل مرة ثانية الريبوند ببلاك شوت ولكن الحرات الغلط هو اللي عم ياخذ الريبوند عم يرجع يسجل الكرة عمر جميل 49-48 لصالح فريق نادي الكرامة الكرامة حاليا بالزون 2-3 اللي عم يلعبوه 2-3 هي أول مرة مغير دفاع بهي المباراة ومباراة السابقة الحرات ببنتريشن من على الهاي بوست عم يقدر يسجل نقطتين عندك مشكلة إذا ما بتوقف الحرات صحيح وخاصة من الميدل ركز الكرة لعند نديم بلاد باس نايس باس ولا أحلى بابام هجمة ستام بانك ولا أروع بيضطر هيثم شميل إنه ياخذ تايم أوت سمعوني يا الكرامة بيجو الديفنس ولكن توصل لعند تهاني غزول بس اللي بيسرق الكرة الملقط حرات محمد الحرات هلكون مرتاح اكثر فهي هي الشكل الموضوع اول جود ستيل من الحرات الحرات بيحاول يدخل على الباسكت عم يقدر ياخذ اند وان محمد الحرات هي اول دخول له كمان صار عرض الملعب بيشو على جامب شوت ما بيقدر يسجل الريباوند مره ثانيه لا عم يقدر يسجل بقوه الحرات سكند شات اخذ المحاولة الثانية قاعدين عن بعض فيها نديم بتوصل عند الحرات حرات من على 3 بوينتس 3 بوينتس محمد الحرات محمد الحرات لعند هابو الاطول ايزي على الباكورد عبد الوهاب الحموي رجع محمد الحرات مع الكرة وائل رجع الملعب حرات على 3 بوينتس محمد الحرات عم ياخذ الحماس من جمهور فريق نادي من 20-30 عمر شيخ علي هنا الشوتارية حاليا بكرامة الدبل تيم على محمد الحرات ترابل تيم صار حاليا ولا احلى من هيك بجد ونايس ستيب عم يقدر يهرب من الرقابة عمر مو دبل تيم صار ترابل تيم صار وقدر الله يحفظه لكن توصل عند اسحاق عبيد الديفنس كانت جود باس بتروح لعند الحرات ولا اقوى ولا احسن الكرامة عم يعادل او عم يقارب الارقام محمد الحرات الريباوند بيرجع للحرات مرة ثانية بيجت باس ولا أزكى من هيك عم يوصل لتوفيق الصالح 2 بوينتس كثير حلوين بكل هدوء باخر 3 ثواني التعليمات شكلها انه تهداك عم يقدر يسجل الحرات نقطتين لصالح ابو مدور صانع اللعب على الاهلي نديم بالداونلو وصل عند الحرات بيلعب 1 1 على عمر شيخ علي جود باس لعند عبد الوهاب الحموي عم يقدر يسجل عبد الوهاب وقت بدك اخر 5 ثواني 4 ثواني عم يقدر ياخذ الفاول والانت وان محمد الحرات عمر يا ريت نشوف اللي صار طلب حرات من 4 لاعبين خليكم باتجاه عارف انه عنده المقدره رح يوصل للباسكت قادر يلعب 1 1 على عمر شيخ علي تصرف لاعب خبرة هذا عمر عمر شيخ علي ب3 فاول هلا عمر شيخ علي عبد الوهاب الحموي
عم تسجل الريبوند للملقط الحرات للملقط عم يسجل الاندوان وراح يكون على خط الرمية الحرة عن جد ملقط بيض مع الكرة يوصل بآخر 10 ثواني عند الحرات 9 الحرات على 3 بوينت 3 بوينت هاي كتير فورس شوت خلينا نقول ولكن قدر يسجلها رجال عن تهامي جرب من على النقطتين ما بيقدر الريبون بيرجع بإيزي للملقط شو هالملقط هاد محمد الحرات بتحس بجرب بي اللي اب ولكن بفضل لعب الكرة عند أنتوني بيج باس بتوصل عن توفيق ما بيقدر ولكن الحرات هو اللي موجود الملقط 2 بوينتس الملقط ما بيقدر رجال عن جميل صغير نديم بيج باس بتوصل بابام بابام ولا اروع سلي ولا بكل قوة محمد الحرات بيدخل بجد باس من نديم عم نشوف بيسلام دانك ولا اروع محمد الحرات محمد عم يقدر يسجل نقطتين كمان عم يعمل اللعبة الحموي محمد الحرات محمد بياخذ كل وقته بالهجمة اخر 9 ثواني عم يقدر يسجل محمد الحرات بخبرة بكل خبرة وبكل قوة 2 بوينتس لفريق نادي الاهلي عمر هاي ال 2 بوينتس كثير مهمة كانت لفريق الاهلي حمد سجل على حاله وعلى فريقه جت باس بتوصل لعند محمد الحرات نايس تيك تركز على الكورنر نديم نديم شوتر سجل توفيق الصالح بيرجع بلم الكرة ولكن الحرات ميشو معدلي على الباكورد اول 2 بوينتس لميشو معدلي بهالمباراة الحراس مسجل بشوف مغناطيس الكرة دائما عم يقدر يلقط الكرة بطريقة كثير مهمة ميشيل معدلي المباريات السابقة ما كانت هيك ابدا الشيء اللي كنا عم نشوفه هو وجود 6-7 لاعبين بالماكسيموم كرة ترجع لعند ميشو معدلي بياخذ السكرين ولكن ترجع لعند الحرات جرب بالدخول عم يقدر يسجل بالعالي محمد حرات أنتوني بكر كرة بتصل على الهاي بوست محمد حرات محمد بيقدر يسجل بطريقته المعهودة بالبيفوتينج بطريقة ولا أحلى الهيد بيلعب جود باس لعند وسام يعقوب بس جود ستيل من الحرات اللي بياخذ الكرة بيروح all the way ما بيقدر يسجل عم يقدر ياخذ الفول تحديدا نديم باخر ثانيتين بيجرب ليقدر يسجل ما بيقدر الريباوند بيرجع له الحرات عم يقدر يسجل نقطتين محمد الحرات وعم ياخذ كل الحماس من جمهور نادي الاهلي المحلات اللي بياخذها بالثواني بتدلع محمد الحرات بتوصل الكره لعنده على الهاي بوست بيحاول يلعب بال1 اون 1 ولكن فضل الميد رينج عم يقدر يسجل بكل هدوء من فوق اللاعب جورج دولماي خبره كثير كبيره عم يشوف اللاعب اقصر منه ما عم يبذل مجهود عم ياخذ عم يكون كثير ممتاز ميشو معدلي بيلعب الكره لانطوني بكر لعند محمد الحرات اللي بيحاول يدخل على الباسكت بكل خبره وبكل قوه مين بيقدر يوقف محمد الحرات 2 بوينتس ميشو معدلي مع الكرة بتوصل لمحمد الحرات لنديم اللي رجع على أرض الملعب مكان علي ديار بكرلي بتنعكس عند الحرات من على الميد رينج بكل رواء وبكل قوة عم يعادل الأرقام 13 عم يقدموا أداء جيد بالمنتخب محمد الحرات معه الكرة يعكس عن الكرة جد باس ولا أحلى من هيك على المخفي وصلت الكرة قدروا يقروا بعض محمد الحرات ووائل جليلاتي عمر الحرات بكل هدوء حاول ينزل يلعب بال1 اون 1 ما بيقدر يسجل بيرجع بياخذ الريباوند اسمه الملقط من اليوم ورايح ما بقى اسمه محمد الحرات اسمه الملقط ياس عزريه وجورج دولمايه مراد المبروك بيعكس الكره لعند عبد الوهاب الحموي اللي عم ياخذ هذا الاسيست من
محمد الحراد بيسجل 2 بوينتس. عبد الوهاب الحموي عم يقدروا ياخذوا الكره منه. سيبو خرجان لكن سكره ولكن بترجع بطريقه ولا احلى. محمد الحراد من اند وان. محمد الحراد بكل قوه عم يحط كل خبرته الدوليه وبيعمل هذا الستيل وبيقدر يسجل نقطتين. برا ما بياخذوا قرار على الباسكت. وجوده بالملعب جدا مهم عبد الوهاب كحاله دفاعيه. محمد الحراد بال1 1 على مهران نرسيس. ايزي باسكت بفوتورك وعم يورجيك عضلاته انه كثير قوي. بالفعل بفوتورك ولا احلى عم يكسر التعادل وعم يعمل الارقام لفريقه نادي. شو معدل اللي بيلعب على الهاي بوست. محمد الحراد مفتاح اللعب دي جود باس توصل عند انطوني بكر. ايزي باسكت قراءة جيدة جدا من انطوني بكر كيف بيقطع لان يعمر فيه دبل تيم على عبد الوهاب تحت السلة والحراس اوت. فالمصعب كون فاضي باسكت هلا وبعد توفيق لاعب قوي كمان عمر. نفس المهام اللي عند عبد الوهاب فينا نسويها توفيق. مد الحراد ما بيقدر يسجل كمان بياخذ الريباوند. ايزي باسكت من قلب ثلاث لاعبين بفريق نادي الجلاء. ايزي باسكت عم يقدر يسجل بكل عوده. محمد الحراد والصالة عم تصرخ باسمه والجمهور. عنده نسبة كثير عالية بالحماية كان عم يسجل. الحرات بكل قوة ونايس فيك عم يقدر يسجل بكل قوة. الحرات بالفعل لاعب بيعرف ياخذ مكان صح. صحيح صحيح. سيبو بالفلوتر ما بيقدر يسجل. الريبوند الحرات باخر اربع ثواني ثلاث ثواني. الحرات ما بيعرف شو راح يعمل من على 3 بوينتس عم يقدر يسجل. هيلو بطريقة كثير مهمة الحرات وعم يقارب الارقام 28 27 وفى الشوط. محمد الحرات مع الكرة وصل عند انطوني بكر عم يقدر ياخذ الانتوان. انطوني بكر وراح نشوفه على خط الرمية الحرة. انطوان سكوت وصل الكرة لعند حرات من على الميد رينج. ايزي تو بوينتس واوبن شوت كمان عم يحمس فريقه وبده ياخذ الحماس كله من فريقه كمان. كرة قطع سكوت من على خط 3 بوينتس ما بيقدر يسجل بس الريباوند مين للأزكى. محمد حراد توقع بالريباوند بكثير قوة. حاول يلعب على المس ماتش بينه وبين جورج نونو بس فضل يعكس الكرة عند حراد ولا أروع من هيك بقلب منطقة على 3 سكندز. عم بيعرف ياخذ محله خطر خطر كثير خطر كل المحله. عم بيعرف ياخذ محله وعم بيقدر يستلم طابة وبسجل في عنده اللي محمد حرات كمان مع الكرة. محمد حرات نجم على الكوارتر الأول والثاني مع أنطوان سكوت. القناة تحيات من جمهور الجلاء اللي متواجد حاليا بكندا بمونتريال وبكل المدن الكندية. تحية نادي الأهلي عم يعمل الأرقام بالتفوق. وسام ما بيقدر يسجل بال1 1. محمد حرات عم يقدر ياخذ الكره. حرات ولا احلى من هيك عم ياخذ النقطتين الكره من اول الملعب لاخره. وسام مع الكره بيحاول يدخل على اللي اب 1 2 بدها ابو والله خطره هذا خوف. نديم على 3 بوينتس. نديم عيسى 3 بوينتس ولا اروع عم ياكد التفوق الهلاوي. انعكس على الكره لعند توفيق الصالح وجود ديفنس ولكن الكره بتبقى مع الحرات عم يقدر يسجل نقطتين ولا اقوى ولا افضل. سيبو خرجان فريق نادي الجلاء. صحيح يعني عم نشوف انه في تبادل يعني بهجمه بهجمه بس في كثير هجمات ما بتوفقوا بالهجوم الفريقين يعني بس مركزين اكثر على الدفاعيا
أكثر من المباراة الماضية صراحة. تماما، كانت شوت بلاك شوت من محمد حرات على هيثم سعادة. ومين عنده كرة سلة كثير مهمة الحرات بكل قوة، كمان الحرات عم يطلب من جمهور نادي الأهلي الحماس اعذرونا عدم التنسيق مو مننا. بيستام بانك عم تبلش الكوارتر الثالث من محمد الحرات، تقريبا راح عليكم 50 ثانية. رجع لأنطوان سكوت كمان على الهاي بوينت الحرات، نديم من على 3 بوينت شوتر يا نديم. الكرة لعند نديم، جود ريباوند، قراءة ممتازة الكرة كيف ما كانت توصل لعند الحرات، وقام يبتسم الحرات انه عم توصل.